طبعا نزول السلم دليل نعم. على ان في مشاكل في حياتك، ولكن المشاكل ديت يعني سبحان الله الى زوال، والعلم عند الله جل وعلا. ازيك يا زول؟ السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ، حياك الله. وعليكم السلام، تفضل. تسلم الشيخ. انا طبعا لي حسد كثير يعني، بس ما قادر اشتغل. جسمي طوالي، بحب ارقد طوالي، محسود في الشغل يعني. 3 شهر باخذ، بكره الشغل. الزواج لحد الوقت ما متزوج، انا بكره الزواج. كويس، كم عمرك؟ هتفضل كم مرتين. عمرك؟ 37. ما تزوجت خالص؟ خطبت مرتين و يعني ما في نصيب. الله يزوجك، قول امين. اللهم الله آمين. يزوجك فتاة بيضة عشان تجيب يعني ايه ولد لونه خمري، وهو ولد خمري. طيب وانت أنا الحسد يقول، ايش؟ الحسد يروح مننا كيف؟ أنا مش قادر أشتغل طوالي، بس أكون راقد يعني، في خمل كده وفي ضيق وعدم شغل، ما عندي نفس كده للشغل يعني. مشيت لي كم شيخ كده، طبعا كلهم قروش سودانيين. أنت عندك كم سنة؟ شيخ يقول لك ادفع قروش. أنت عندك كم سنة؟ قصدي 37. 37. وين عايش أنت؟ انا في السودان، شرق السودان، البحر الاحمر. طيب هلا خليني أسألك سؤال، أنت إيش التعب اللي بتحس فيه في جسمك الآن؟ في وجع بالجنبه اللي هو اليد الشمال بتاعنا، قدام وورا. كويس، صداع زي زنة في الأذان، زنة زن كده في الأذان. طيب مشيت لشيخين بتاع الرقية، قالوا لي أنت محسود يعني، عندك حسد، محسدين لك ناس ودارين فلوس، بس عنه يمرقوا لي حسد ده. أنا مش عارف ده هو الدين اللي هم يكسبوا منه قروش، ما عارف ولا لكن انت 100,000 وكلام زي ده يعني. لكن انت الالام اللي موجوده عندك ما خفتش، باقي موجوده. نعم، حتى وانت بتسمع الرقيه ما فيش اي تحسن خالص للالم اللي موجود في جنبك وفي معدتك وفي راسك. أثناء الرقية يا شيخ، أثناء الرقية أنا يمكن بغمض، يعني شريط كامل بتاع ناس يعني، ناس يكوركوا أصوات غريبة كده. كويس، ما في حاجة، لكن في أصوات كان يعني زي نظام قطر كده ماشي، نظام إزعاج كثير يعني قل بسم الله، في الأذان. غمض عينك وقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قل الرحيم. بسم الله كمان مرة، بسم الله. قل بسم الله كمان مرة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، وفجرنا فيها من العيون، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، 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 ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذا كل شيطان موجود في هذا الجسد يسحب نفسه الآن من الرأس. الزول اللي موجود في الرأس يلا اخرج من الرأس، اطلع من الرأس يا زول، اطلع اطلع يا زول، لا تقلق، اطلع اطلع يا زول، اطلع يلا يلا، سر سر، اطلع اطلع من الرأس يا زول، اطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تطلع يا زول ولا تنسحب؟ تطلع ولا تنسحب؟ لو تطلع نزل راسك لتحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك ويصلي لك. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك ويصلي لك. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك ويصلي لك. اسحب الخبيث اللي موجود في الرأس واسحب الخبيث اللي موجود في الظهر. يسحبون الآن بأمر الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. حرك رأسك يا زول، فتح عينك. راح الألم من رأسك صح؟ راح الألم من رأسك؟ الحمد لله. طيب قوم اتحرك، هتبص تلاقي الألم اللي كان موجود في معدتك وظهرك راح. أقول لك اتحرك، ما حرك راسك. حرك. إيه؟ راح الألم من ظهرك ومعدتك صحيح؟ الحمد لله. شوف يا زول، صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كل المشاكل اللي أنت فيها دهيت بسبب التقصير في الصلاة. أبيك تصلي الخمس صلوات في المسجد، خصوصا صلاة الظهر وصلاة الفجر. إن شاء الرحمن ربنا هيجعلك مخرج مما أنت فيه. تلتزم بالخمس صلوات تحيي حياة طيبة. اتفقنا؟ الحمد لله. الحمد لله. إيه؟ بارك الله فيك. بارك الله تمام؟ فيك يا شيخ. بارك الله فيك، مع السلامة. مشكلة إيه؟ ممكن ممكن لما إيه؟ قلت اخرج كده الراس شوية كده تحزق. خش ممكن انت لما قلت اخرج الراس شوية تحزق قلت لك. إيه؟ انت مش قلت اخرج اخرج للراس؟ ما اسمعك، النت فصل عندك. ايه؟ انت مش قلت اخرج 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 من الراس؟ انت ابيك بس انت ابيك تحافظ على الصلوات المفروضة وما تشغل بالك بأي حاجة صارت. ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب يا شباب، يا شباب فضلا وليس امرا، الناس اللي بتسمعني كده تدوس لنا لايك وتعمل لنا مشاركة. البث مهنج، كل حاجة مهنجة على فكرة. انت بتقول البحر الهائج، والبحر الهائج في المنام دليل البحر هو حياتك اساسا. ولما تشوف فتاة ان البحر هائج في منامها تعرف ان في مشاكل كتيرة جدا في حياتها. يعني سبحان الله ان المشاكل ديت يعني ربما انك انت تخرجي منها على خير، وربما انك